وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقه ال11 من برنامج وقت الدوافير من تقديمي انا فاطمه الجعوي. في حلقه اليوم راح اتكلم معاكم عن الاخطاء اللي ارتكبتها في مرحله اللغه وكيف تتجنبوها. لا تنسوا تضغطوا الزر الاحمر اللي مكتوب عليه SUBSCRIBE. خش خش الله. ولا تنسوا تضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات في الحلقات الجديده اول باول. الأول إني كنت مركزة جداً على الكلمات والمفردات الأكاديمية واللي كانت نادرة ما تستخدم في سياق المحادثات الاجتماعية. السبب كان الرهبة من اختبار التوفل في الدرجة الأولى. السبب الثاني ما كان في فيديوهات زي برنامج وقت الدوافير أتعلم منه. المشكلة هذه بدأ أثرها لما بدأت أحس العلاقات الاجتماعية مع الأمريكان. لاحظت إني لازم أعيد الجملة مرتين وثلاثة عشان يفهموني. الله، قول كده بقى البتاع اللي أنت عملتها دي كده، قول كده يا مرسي. بس قول لك كل الكلام وانت تنقي اللي يعجبك. قول بس كل الحاجات بس. عادة الواحد يقول I would like to say، بس انا كنت اقول My mind fills me. الاثنين صحيحة، ولكن الاولى تستخدم في سياق المحادثات الاجتماعية والثانية تستخدم في المحادثات الاكاديمية. لحد يفهمني غلط، انا ما اقول اتجنبوا الكلمات الاكاديمية لان ستيل فادتني كثير بالكتابة الاكاديمية واجتياز اختبار التوفل، لكن هالشي سبب لي صعوبة في التواصل الاجتماعي وكنت احسب اني لما اخرس احسن. شات اب يور ماوس اوباما. الخطأ الثاني اني كنت مركزة بس على اختبار التوفل، الشيء اللي سبب لي عزلة اجتماعية ومنعني من المشاركات في النشاطات والرحلات الاجتماعية اللي كان ينظمها المعهد، وكنت اشوف انها تافهة مع انه الهدف الرئيسي منها كان تعلم اللغة والنطق والمفردات والمحادثات الاجتماعية. الخطأ الثالث اني سكنت لوحدي، اكيد كان في اسباب من ضمنها الخصوصية، ولكن كان من المفروض اني احط اولوية لتعلم اللغة. وعشان الطلاب الحاليين يتجنبوا هالأخطاء أنصحهم بالخروج من العزلة الاجتماعية والمشاركة في الرحلات والنشاطات الاجتماعية. هالشيء عود إذني على التفريق بين الإنجليزية المتداولة في الشارع والإنجليزية الأكاديمية، خلاني أكسب أصدقاء جدد، وكمان كان فرصة لي أن أتعلم الإنجليزية من خارج الكتب الأكاديمية. حاولوا تمارسوا مواهبكم باللغة الإنجليزية أو اللغة اللي بتعلموها. كنت أكتب مذكراتي اليومية باللغة الإنجليزية. إذا كنتوا تغنوا حاولوا تغنوا بالإنجليزية. إذا تحبوا السباحة حاولوا تخرجوا مع جروب أمريكان لمسبح الجامعة مثلا. النصيحة الثالثة القراءة بصوت عالي ومسموع وتسجيل محادثاتك حتى مع نفسك والاستماع لها مرة ومرة ومرة. هالحركة تساعدك على التركيز على النطق ومخارج الحروف. لما كنت أسوي هالحركة اكتشفت إن عندي لدغة بحرف الراء وعندي مشكلة في جمع حرف التي مع بعض الحروف، الشيء اللي خلاني أشتغل على المشكلة أكثر وأكثر. Excuse me, where my heart? Where's my heart? زي ما كان عندي أخطاء كانت عندي حسنات، قلت أشاركها معاكم مرة واحدة. مثلا كانت علاقاتي مع السعوديين أو العرب محدودة جدا ومقتصرة على المناسبات الدينية فقط. اختياري للمعهد كان موفق جدا لأني كنت البنت السعودية الوحيدة هناك، فكنت أمارس اللغة مع الأجانب أكثر بكثير من أتكلم عربي. جيت البلد وكان عندي الإنجليزي اللي يمشيني في حجز الفنادق وفتح حساب في البنوك وتوقيع العقود وما إلى ذلك. عدم الاستسلام في الحصول على درجة اللغة والاختبار أكثر من مرة، وأخيرا الاستمرارية في تعلم اللغة حتى بعد الحصول على قبول جامعي. إلى هنا وأكون وصلت معكم لنهاية الحلقة. إذا كانت عندكم تجارب شخصية ناجحة في تعلم اللغة اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان تشاركوها مع الآخرين. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسووا لايك وتشيروا الحلقة خصوصا مع أصحابكم في مرحلة اللغة، والأهم من هذا وذاك سووا سبسكرايب. سووا سبسكرايب. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وتويتر. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.